بسم الله الأعلى، والسلام عليكم أولي الألباب. من مختاري أبي شيث، الملقب بالعالم عالم الأنبياء، مع أنه لم يذكر بين أنبياء القرآن. إذن السلام على أولي الألباب من أبناء أبي شيث، أبي البشر آدم، الذي علم الأسماء كلها وأورث للأبناء من علمه على قدر صفائهم ونواياهم. هذا البدء لا أعلق على كلام دكتور دكتور لأنني إذا علقت به علقت، لكن أقول كلمات جاءت في الأول من شعبان، الأول من هذا الشهر القمري الحادي عشر من الشهر الثاني عشر، تمهيدا للقاء الثاني عشر. وأنا أقف مع الأرقام لأفترش منها ما يفترشه الشاعر الذي يحبه طلاب جامعة دمشق، ويرتعون مع كلماته، ليس عندما تغنيها فيروز وحسب، وإنما عندما نقول لهم هل عينيك تأنى وهكذا يفعلون حتى في الصفوف، حتى في الصفوف التي تكون لعينيك تأنى وخطر يفرش الضوء على التل القمر. كنت أقول لبيروت اليوم وأنا تحت مطرها الغزير، لعينيك تأنى وخطر يفرش الليل أو يفرش الحب على الليل المطر. أتزل بالعدد، والله أنا سعيد وفخور وأقبل بالحصة التي حصتي من المثقفين أو من أبناء آدم الذي علم الأسماء كلها، وأعرف وأنا مغمض العينين أعرف قيما من يشرفون إلى مثل هذا المنبر الحر، لكن لا أستبق أو لا أستبق الوقائع، سوف نتدرج في فرز الألوان. أقول لكم قصة صغيرة كتبت في الأول من شعبان. تعالي، جذبتني خمس ملكات في بيروت، خالفت الشريعة شيئا ما. معقول جذبتني خمس ملكات في بيروت، لا أزال تحت تأثير جاذبياتها، وقد مضى على تلك الجذبة عمر المسيح. أما عاش قول الحق عيسى بن مريم 33 سنة. كانت جذبة الملكات الخمس في رأس سنة 64 و900 وألف، وها أنا أتذكرها على مشارف رأس سنة 96 و900 وألف، ب33 سنة من العلائق الحرة بتلك الملكات، كانت ثمرات ومواسم واستثمارات. وأتمنى على الرفاق الأحبة أن يضعوا لي الوثائق قريبة مني لأؤيد كل كلمة أقولها بوثيقتها. إذن ب33 سنة من العلائق الحرة بتلك الملكات،
كانت ثمرات ومواسم واستثمارات أولى تلك الثمرات الإسلام كما بدأ. لا أدري الكتاب موجود، لكن وأول تلك المواسم تفسير القرآن المرتب منهج لليسر التربوي، وأولى تلك الاستثمارات الحرية والحماسة في استلهام القرآن. هذا وصل، هذا هو الكتاب الذي نسميه أولى تلك الاستثمارات الذي عنوانه الحرية والحماسة في استلهام القرآن الكريم. وعين هذا المثلث نحلة تزمزم بأذان الجمع الموحد بين تجليات اسم القرآن على شجرة معناه وعلى قدر استجابات الضمائر العينية، تسمع موسيقى الكلمات من ست جهات. نقول النحلة ونرى، أو نطلق النحلة بينكم، وحتى لو لسعت فإن انقلابها يصبح عسلا، وحتى لو نحلت فإن انقلابها يصبح لحنا. فإذن سأطلق هذه اللحنة أو النحلة التي تعبر عن عين معينة، هذه العين المعينة تساوي 70 حالا من أحوال وصف القرآن بالقرآن. النحلة لماذا هي نحلة؟ هي رباعية من الفن الرباعي، تقول يحررني بالعصر والدهر غافر، يحررني بالعصر والدهر غافر، وحرية القرآن قلب يسافر، أتشرح أضوائي ومنهج يسرها بمنبر حر أو بمنبر حر ما تريه الضمائر. كلمات هذه الرباعية نحلة لأنها 16 كلمة، وسورة النحل في القرآن الكريم ذات الرقم، هي تحمل رقم 16 في القرآن، لكن إن هذا الرقم في حروف أبجد، هوز، حطي، كلم، سعي، إن حرف عين يساوي كذلك بحروف أبجد الحرف 16، لكن حرف عين في مقاييس الفلكيين يساوي كذلك 70. ومن العجب أو من التوفيق أن تكون سورة النحل في ترتيب جمع القرآن كما هو بين أيدي الناس تساوي 16، لكن هي في ترتيب نزول القرآن تساوي 70. لذلك جاء في التقديم أن عين هذا المثلث الذي هو الإسلام كما بدأ، وتفسير القرآن المرتب منهج لليسر التربوي، والحرية والحماسة في استلهام القرآن، الذي هذا المثلث الثلاثي لا أدري ظاهر الكتب الأخرى ليس مع الإخوة. إذن عين هذا المثلث نحلة تزمزم بأذان الجمع الموحد بين تجليات اسم القرآن على شجرة معناه.